مشاهدينا السلام عليكم ومرحبا بكم في ما كنتو في حلقة جديدة من برنامج رشيد. في هذه الحلقة مشاهدينا لي عظيم الشرف أنني نستقبل واحد الفنان كبير اللي عطى كثير للمسرح والتلفزيون. في الرصيد ديالو في المسرح أكثر من 100 مسرحية، وفي التلفزيون قدم أكثر من 200 عمل تلفزيوني، خدم في أعمال سينمائية مغربية وأيضا أجنبية. واليوم هذا الفنان هذا غادي نستقبلوا باش نتعرفوا على الجانب الإنساني ديالو وأيضا الجانب الفني. اليوم بغيتكم تصفقوا بحرارة على الفنان القدير صلاح الدين بن موسى. مرحبا بك. بغيت كل شيء يوقف ويصفق الفنان الكبير صلاح الدين بن موسى. صلاح الدين بن موسى، هذه وقفة إجلال وتقدير للعطاءات ديالك في المجال الفني، لأنك فعلا تستحق هذا التقدير هذا من عند الجمهور اللي كيبغيك واللي حبك لمدى سنوات من خلال أعمال كثيرة اللي قدمتي وعطيتي الفن المغربي. اليوم لنا الشرف انك تكون معنا، مرحبا بك سي صلاح الدين. كنشكركم بزاف على هذا الحضور الكريم اللي كرمني، و اللسان ديالي عاجز عن الكلام بحيث كتسمع التصفيقات وتسمع تقدير كبير ليا، فأجدد الشكر للموسيقيين وللجمهور ولرشيد شو. الله يحفظك. هذه حلقة اللي غتكون خاصة واستثنائية، وهي حلقة تكريمية لك أكثر من أنها حلقة ديال رشيد شو حلقة عادية. وفي الحلقة ديال اليوم استنينا شي حويجات يعني باش بقلنا على خاطرك. ما كاين لحناش لا والو. لا والو. نعم. تصفيقات على سي صلاح الدين. انت سي صلاح الدين من رواد، كان شي بوفرط والطور شي طويرات صافي. شوف اليوم اللي بغيتيها تحضر ما كاين حتى مشكل، المهم تبقى لنا على خاطرك. الله يبارك فيك سي صلاح الدين بن موسى. انت من رواد المسرح والتلفزيون المغربي، اشتغلتي على مجموعه من الاعمال التلفزيون، يمكن فاش كان التلفزيون بلوينوار وفاش كانوا كيدوزوا المسرحيات مباشره، يعني مباشره. احكي لنا على هذه الفتره هذه. حقيقة الفترة ديال التلفزيون لما كان مباشرة كنا كنقدموا تمثيلية نهار الثلاث وتمثيلية نهار الجمعة ومسلسل نهار السبت. مسلسل مباشر؟ مباشر. والديكورات مستفين، كتسالي من هاد الديكور مشي داخل الديكور كتدخل الديكور الآخر. نعم. وكانوا تاني برامج فيهم التمثيل. امتى تحلينا المجال ديال التمثيل؟ هو في سنة 67 تقطعت العلاقات مع مصر. نعم. تقطعت العلاقات، ما بقوش الأفلام المصرية يدوزوا في التلفزيون. ف المدير ديال التلفزيون أنا ذاك محمد الزياني قلنا حزموا راسكم، راه غادي تخدموا الثلاث والجمعة والسبت. فبدا محمد الخلفي كيكتب، ورفيقة الطبيعة حتى هي كتعاونوا في كتابة المسلسلات، ودار مسلسل بوليسي محمد الخلفي كيلعب فيه كوميسير.
بحيث المباشر الخطر ديالو هو الا غلطتي ما يمكنش تعاود داكشي. و الخطر ديالو هو كان عليا انا واحد الحلقه 14 بوليسيه خصني نبان مشنوق داير راسي هكذا مشنوق وداروا دوبلي شيل وقنبه مدليه قنبه مدليه وخصني نبات ملي كنشوف الكاميرا جهتي حسيت بالقنبه تزيرات عليا. نعم. فبديت كنتشعبط في السلوم باش نولي قريب للقنبه باش ما تشنقليش بصح. نعم. فناضوا كاع الناس اللي في الاستديو، الجوق الوطني كان حاضر ومحمد حسن الجندي واحد العدد الناس ناضوا كيعتقوني. لان تعرضتي للخطر. تعرضت للخطر حقيقي، كنت غادي نموت. نعم. كنت غادي نكون اول شاهد ديال استديو عين الشق. باش محمد الخلفي بغى يعتق الموقف لان ليماج تخلطت على الناس، قال لهم جيبوا لهنا. هو واقف قدام واحد الطابله وقال لي عرفناك عملتيها بالعاني ما بتيش بصح ما شنقجيش راسك. وتزادوني حلقات اخرين. وسمعت واحد من بين الطرائف اللي وقعوا لك انه شي مره كان خصك تموت في هذا المشهد وشي واحدة من الجمهور يمكن هذه حقيقة لما كيكون الأداء صادق. نعم. كنت كنلعب في فاس. نعم. في سينما لومبير عامرة وكنت كنلعب دور بوعزة، هذه مسرحية عالمية. نعم. من ديال جوجل. وكان عندي واحد الوقت كنلعب هذاك الدور ديال بوعزة، واحد الوقت كيحماق وكيتخردل وكيموت، كيجي الشاوش كيقول لهم راه ضرباتو طوموبيل ومات بوعزة. ونط واحد البنت في عمرها تقريبا 16 او 17 عام من وسط الجمهور كتغوت كتقول له ما يموتش بوعزة، ما يموتش بوعزة. من الجمهور. وبقاو تجابوها لي الكواليس وقال لي راه هاد البنت راه كتبكي كتنخصص. كنقول لها رانا حي، انا حي، راه هذاك راه غير التمثيل، رانا حي، انا قدامك، انا قدامك حي. فهذه من الذكريات، من الوقائع. كيف قلتي سي صلاح الدين، ملي يكون داك الشيء صادق ومن القلب كيوصل للناس. شوف نقول لك واحد القضية. نعم. الممثل إذا ما كانش عانى في حياته من طفولته من شبابه ولا إذا ما كانش كيعاني. نعم. ما يمكنش يمثل شي يكون صادق في التمثيل ديالو، غادي يكون غير كيتصنع. فهذا كان اللي أنا كنآمن بهذه القضية، اللي عنده معاناة في حياته غادي يأدي دور درامي مزيان، أما اللي ما عاناش في حياته كيكون كيلعب بالتقنيات والسلام. نعم. واش كتشوف بأنه الآن يعني الصدق في الأداء قل مقارنة مع الوقت اللي كنتوا أنتم الرواد يعني كتأديوا الأعمال ديالكم؟ حقيقة احنا الرواد كانوا بزاف ديال الممثلين صادقين وممثلات. انا كنلقى من الممثلات الصادقات في الاداء نعيما الشرقي، تحية ارتاح لها. تلقى فاطمة والشاي، كتلقى يعني عدة ممثلات صادقات، ولكن من الممثلين الشباب اللي تخرجوا من المعهد العالي هناك ممثلون وممثلات صادقين.
ولكن ملي كتقلب على حياتهم كتلقى عندهم شي معاناه. ملي كنتذكر مع شي وحدين فيهم كنلقى انه عنده معاناه ودار دراسه اكاديميه وكيمثل، فتا فيهم ممثلين صادقين. والدليل على هذا هو شي مسلسلات ناجحه لحد الان كيعطيو مسلسلات ناجحه. كيفاش بصراحه كيفاش ممكن سي صلاح الدين بالمسيدر تقييم الاعمال اللي كتبت حاليا، كيفاش كتشوف المستوى ديالها؟ في انا كنلاحظ باللي هذه سنتين بدا كيتحسن الاداء في المسلسلات، لان بداو تيتنوعوا، ما بقاوش احتكار على نفس المخرجين، بداو كيبانوا مخرجين جداد وبدا كيبان اداء جديد، لا من ناحيه المسلسلات اللي كيتقدموا في القناه الاولى ولا في الثانيه. ومن وانا كنخبي ما نخبيش، اعيد الجمهور ديال القناه الثانيه بمسلسل في القمه في الصوره في كل شيء، هو حديد دان وبنت الحراز. هذا مسلسل صورناه جديد وفيه ليماج رائعه ومخرج رائع سي محمد نصرات، وترصدت ليه عده امكانيات. تصور في ورزازات على ما في ورزازات تصور ومده ديال 3 شهور احنا في ورزازات وصورنا. اذا هذا عمل مميز ان شاء الله اللي غيتقدم في شهر رمضان تسناوه، واللي غيكون انا شفت بعض اللقطات منه يعني عمل في مستوى. تبارك الله عليكم. سي صلاح الدين موسى، كيف قلت في التقديم انت تبارك الله قدمتي مجموعه من الاعمال للمسرح والتلفزيون، اكثر من 50 عمل مسرحي، اكثر من 200 عمل تلفزيوني، خدمتي ايضا في اعمال سينمائيه في المغرب واعمال اجنبيه كذلك. فاليوم حنا مفتخرين بك كواحد من الاهرام ديال الفن المغربي اللي يمكن ما تعطاش حقه كما يجب على ما اظن، وهذه المساله غنتكلموا عليها. قبل ما نكمل معك الحوار نخلي الجمهور يشوف معنا مقتطفات من بعض الاعمال اللي قدمتي، رغم انه لقينا مشكل في البحث، لقينا بزاف الاعمال اللي قدمتيها ما كاينينش في الارشيف، ما لقيناهمش في يوتيوب، ما لقيناهمش في ارشيف، وهذا مشكل اخر. المشكل غادي نتكلموا عليه من بعد ما غنشوفوا ان بيست اوف من بعض الاعمال ديال الفنان الكبير صلاح الدين بن موسى. صافي يوم البروتين. حاضر سيدي. نعم سيدي، هادو زبناء ديالنا من زمان هما كيتعاملوا معنا. عندنا نعمه مداخيل مهمه متوزع في الخارج. كريم ما كيعرف حتى شي حاجه من هذا الشيء كله. واش حنا دراري نعمه؟ هو سيدي حنا ما كنعطوش لي زافونس. صافي سيدي قلت لك احنا بحكم الصداقه اللي بيناتنا وحكم العلاقه. اسمع اسمع اسمع، نفضل انا تسيزة ولا نمس الاسهم ديال الدراري. فهمتيني غلط، رانا باغي نعطي هاد الدواء. انا هاد الحرفه هادي تاع الطار راه ورثتها جد من جد. دابا حديد دار ما باغي يرجع حمارو، ولا اني ناوي يفدي دقتو في جهه اخرى. يا ما بحال الا ريحه العليا عندك في الدار. مشاع ماشي مشوال الحال خام دهان داتها الصباح. سيدي الاستقلال ما عرفنا ايامهم كيف ماشي يكونوا، انت عارفه شنو داز علينا، وعارف اللي عمر الحايم ديالنا ما كانتش. تبارك الله، اعمال كثيره قدمتيها واعمال اللي بقات راسخه في ذهن المغاربه، واللي كنفتخروا بك الان وانت حاضر معنا في هذا البرنامج هذا. اذا سولتك شنو هو اول عمل سينمائي ولا تلفزيوني قدمتي؟ اول عمل سينمائي هو احداث بلا دلاله لمصطفى الدرقاوي سنه 74. فهذا العمل كان عباره على كنرتجلوا، كيعطينا الموضوع وكنرتجلوا، ما كانش سيناريو الحوار مكتوب ولا سيناريو مكتوب. فجاب طريقه جديده لانه قرا في بولونيا، وكنت انا ديك الساعه كنقول نلعب في الفيلم ولا ما نلعبش، لان كنت يلاه تزوجت. ايه فالعروسه يلاه دوزت عندي 3 ايام، نهار الثالث مشات معايا للتصوير. مشات معاك نهار نهار التصوير
فكنصوروا في قهوه، بقينا كنصوروا حتى لجوج الليل، يعني صوروا بالليل وبالنهار. ف يعني الزوجه ديالك عاشت معاك؟ هي الزوجه ديالي عاشت معاك من البدايات ديالك؟ من البدايات عاشت معايا الطريق. شنو ممكن اليوم تقول في حقها اليوم؟ كنقول لها سمحي لي عذبتك بزاف. تحملتني بزاف وتحملت المشاق ديالي والمهنة ديالي، راك عرفتي كيفاش مرة هكذا مرة هكذا. ف ولكن مزيان، كل ما كانتش الزوجة ديالي ما نكونش في الميدان حتى الآن. اعتراف جميل هذا، تحية لها من راشد الشوق. هي السنة ديالي. ثم جاءوا أفلام أخرى، رماد الزريبة، دموع الندم مع محمد الحياني. كنتمنى أنا دابا علاش ما يتعاودش دموع الندم، فيه محمد الحياني كيغني أغاني رائعة، وكان كان في خمسة المدن تعرض في سنة 82، تعرض في فاس في الرباط ومكناس، والسينمات كلهم عامرين وكان عليه إقبال، وما كان عاودوش نشوفوه. يا سلام، دوماج. بينما القنوات الشرقية دايرة روتانا زمان، روتانا كلاسيك، كي الأفلام ديالهم ما كيفرطوش فيها، رموها كلها وكتبان بحالة جديدة. كيشوفوا الأفلام ديالهم، كيشوفوا التاريخ ديالهم. كيفاش غادي ندوي أنا على محمد الحياني دابا إذا ما شفتوش في السينما؟ يعني كتشوف بأنه كاين تفريط في التراث الفني ديالنا. تفريط في التراث وتفريط في الأرشيف. فعلا حنا حنا بحثنا وما لقيناش صراحة الأرشيف ديال مجموعة من الأعمال. أنا كنقولها قلبنا ولقينا بزاف ديال الأعمال ديالك ما كاينش على الأثر. ما هوش كيلوحوا من البحر ولا ما عرفت. لما نتوجه العتاب اليوم؟ نوجه العتاب للمركز السينمائي، هو اللي خصو يحتفظ بهاد الأفلام السينمائية، هو كيعطيها الدعم، كيعطيها الدعم باش يحتفظ بها، يدير سينماتيك، يدير يحتفظ بالأفلام كلها، الأفلام اللي هي ممتازة يخصص لها وحدة، والأفلام المتوسطة وهكذا. فما يمكنش هاد المسألة كتضرك سي صلاح؟ كتضرني أنا، ما يمكنش خص اللي قال في التلفزيون ولا في السينما خصو تحتفظ ليه به، لأن دار مجهود فيه. واللي كي يشهد لك به بزاف ديال الفنانة من زملاء ديالك في تحضيرنا الحلقة، قالوا لنا بأنه سي صلاح الدين يعني حبه لهذا الميدان ما عندوش علاقة بالماديات، لأن بزاف ديال الناس الآن عندهم الهاجس المادي كيقلبوا على الشهرة ولا المادة أكثر من أي حاجة أخرى، ولكن سي صلاح الدين موسى كيبغي الميدان والمسرح، كيبغي المسرح والتلفزيون لأنه كيحب هذا الميدان. اش غنقول لك؟ لأنه ممكن أنا تخلقت لهذا الميدان، خليت الوظيفة ديالي، كنت معلم، وطلب مني الطبيب صديقي باش نحترف معاه، واحترفت معاه، ومن بعد ما بقاش عجبني العمل الطبيب صديقي درت فرقة ديالي بوحدها، درتي إخوان ديال المعهد. اسمح لي باش ما ندوزوش هذه القضية كمرور الكرام، كنتي في التعليم قبل من هذا الميدان؟ كنت معلم بالفرنسية في مؤسسة عمومية. العمومي، التعليم العمومي. التعليم العمومي. عمومي، كان ديك الساعة الأساتذة الفرنسيين كيمشيو في حالهم. فدارونا ليسي مول الحسن، ديك الساعة ليسي مول الحسن هو الآن ليسي فاطمة الزهراء. نعم. جاو عندنا حنا عزلونا تلاميذ، قالنا اللي بغى يدير 1000 متر. أنا كنت باغي ندير 1000 متر. ف اللي داروا 1000 متر خرجوا ديريكتومون كيقريو بلا ستاج بلا والو. نعم. فدخلت كنقري
فعمرني 18 عام بين 17 و 18 اول قسم عطاوني قسم الشهاده من الاول فروم بوان دوروب نعم رصدي البيضاء قسم الشهاده البنات ملي دخلت نقريهم بداو كيتفلاو تقريبا في لاج ديالي بنات ديك الساعة داك الوقت البنات كتوصل الشهادة راه عندها 16 عام ولا 17 كيبداو كيضحكوا كذا كذا كيفاش غادي نوقف انا هاد الضحكة هذا وهذا واش ما عندي شخصية ولا نوض وحدة منهم درت لها ان بروبليم ديك الساعة كيديروا التعليم الفرنسية ان بروبليم اون فرونسي درت لها بروبليم قلت لها خرجي لي هاد البروبليم ما عرفتش تخرجو قلت لها واشنو انا بيني وبينك عام ولا عامين وما تعرفيش تخرجي وانا كنقريك وانت غتكوني ام في المستقبل هذا ووسقها القسم من تما ولاو انضابطوا ولاو كيتبعوا الدراسه ديالي ومن بعد تخليتي على التعليم وتفرغتي للفن بصفه خدمت فيه عامين وكنت كنقرا في المعهد البلدي في نفس الوقت كنت كنقرا في المعهد البلدي مسرح كنت عند أستاذ فريد المبارك والأستاذ أحمد الطيب العلاج والسي ومن بعد جاء الطيب الصديقي ما عمرك ندمتي على هذا الاختيار هذا السي صلاح الدين؟ لا تخليك على الوظيفة؟ لا لا حيت أنا معجب بهذا الميدان قبل ما نكون معلم وأنا تلميذ كنت كنكتب لي مونولوج وكنديرهم في نهاية السنة الدراسية كنقدم مونولوج نعم وعرفت أيضا أنك كتكتب مسرحيات وكتبتي مجموعة من المسرحيات كتبت مسرحيات وغادي تشوف راه أنا الطفل تمايا يا سلام وملي كنت طفل كنا كنحتفلوا ديك الساعة بعيد عرش كنجيبوا النخال وكنديروا الحفلة وأنا في عمري 12 عام كنرتجلوا تمثيليات نعم وانا اللي كندير لهم الاخراج ذاك الوقت في المسرح من راسي نعم هذوك اعمال مسرحيه هذو اعمال لان بعدا انا مؤلف نعم الفت عده مسرحيات اللي تلعبوا وهذه مسرحيه براس راه الان دار بها جولة أيوب العياسي أيها تحية لي صديق أيوب العياسي هذه براس كتبتها سنة 72 وقعوا لي فيها مشاكل البوليس دا الممثلين الكوميسارية في هذاك الوقت في هذاك الوقت سنة 72 انه قال لهم هاد المسرحية وكنت شكون داو بوراس ولا داو شي لا بوراس كلهم كيقول لهم شكون هو هاد بوراس على من كتبت صلاح الدين ما قال لكمش على من كتبها هاد المسرحية فيها معاني فيها انا سلت مشيت لدارنا مشيت لدارنا فيها شوية السياسة هذيك المسرحية وما نعرف هو السياسة انا كتبت داك الشيء اللي كان في راسي كتبته نعم كتعرف في السبعينات كنا كنقراو في الثانويه وكذاك الشيء وكنت افكار في دماغنا كتروج وكنا كنكتبوا دابا الان كنشوف انا التلاميذ ديال دابا وهذا الشيء ما كيكتبوش لا ماشي ما بقاش عزوف فقط على الكتابه ايضا القراءه الناس ما بقاش كتقرا دابا قراءه ولا قراءه في هذاك الوقت كتب السنايا كورتولين السن عندي 18 عام كتبت كورتولين كتبت شيكوف كتبت جون بور سارتر كتبت عدة مسرحيات ولعبوا تلعبوا على المسرح جوج ديال المسرحيات ديال كورتولين لقيتهم لعبوا معايا فيها خديجة وسعد الله والمرحومة توريا جبران ف 18 عام كنكتب وكنت مشيت لافينيون سنة 68
من بعد لي زيفينمون ديال مي اللي كانت تما وداروا لي تياتر دو بوش. مشيت كنشوف لي تياتر دو بوش اش مسرح كيديروا واستفدت في باريس وفهذا وشفت ان الناس كيمكن لك دير المسرح المية ديال الناس التمانين ديال الناس ماشي بشرط يكونوا عندك 500 ولا 1000. نعم كاين مسرح ديالهم ديرو. فملي رجعت درت لابونمون في لافونسين اللي كانت مجله ديال المسرح المسرحيات اللي تعرضوا كيجيوك حتى للدار وكنت كنفرقهم على زملائي الممثلين كنقول لهم قراو راه خص الواحد اللي غادي يدير مسرح خصو يقرا بعد المسرح يقرا المسرحيات. هادوك اعمال ديالك اسي صلاح الدين؟ هادو الاعمال ديالي وكنهديهم لك. شكرا. مسرحيه اللعبه براس ومسرحيه ديال الاطفال الشجره الذكيه. شكرا جزيلا. وكنتمنى تقرا اش درت لك في الاهداء. غادي نقرا ان شاء الله. نقراه دابا قدام الناس. ونقرا قدام الناس. الى المنشط الخفيف الروح الاستاذ رشيد علالي والى صديقي واخي معك كامل شكرا جزيلا. الله يحفظك بارك الله فيك. هذه الشهاده كنعتز بها وكنقول ايضا الجمهور اللي كيشوفنا يمكن ما كيعرفش بانه انا كان لي الشرف انني نقدم واحد المسرحيه من اخراج الاستاذ المرحوم طيب صديقي واللي لعبت فيها الى جانب صلاح الدين بن موسى. واللي ما كيعرفوش الناس هو انني اول مره غادي نقدم مسرحيه مصوره للتلفزيون كانت الى جانب صلاح الدين موسى وكان كيشجعني وفي واحد الميزه انا كنشهد ليه اليوم قدام مغاربه انه اكثر واحد في هذوك الممثلين كاملين اللي كان كينصحني وكيوجهني وكيقول لي ما تخافش لاني كنت مرعوب كنت مخلوع بزاف اول مره غادي نقدم مسرحيه للتلفازه. وغادي نوريكم الان مقتطف واحد المشهد انا والسي صلاح الدين بن موسى في مسرحيه بوكتف من اخراج طيب صديقي نشوفها حالا نرجع. تاليف الكنفاوي. من ان تختل بلادكم كما كانت من قبل جئت لكي انظم ادارتكم وعلاقاتكم مع الدول الاخرى. وعلاش ما درتوش هذا الشيء ملي كان كل شيء تحت يديكم؟ ولست مسؤول انا طالما قدمت هذه الاقتراحات على رؤسائي علما مني ان التطور ضروري. عجيب. اتعرفني؟ ويلي المعرفه التامه بها ومعها. ومن اين؟ وتما فين بقات؟ اش تما؟ اتعرف جحا؟ اويلي جحا؟ خرج ليا في عودي فين ما مشيت وليت كنصيب ومعرض ليا. ايوا جحا سيدي راه مشى وطرزوا لك عند الوالي وقال له باللي راه ما بك الا مصلحه ولاد بلادك وما بك لا اعانه ديالنا ولا مصلحه ديالنا. انا فعاركم سيادي التقوا في الله غير سترو مستر الله. ذا كان مقطع من مسرحيه بوكتف المؤلف عبد الصمد الكنفاوي على ما اعتقد ياك ولا لا. وهذه تجربه جميله يمكن اول مره كنبان في دوزام ماشي في عالم فريد ولا هذا اول مره كنبان في دوزام بهذه المسرحيه سنه 2001 ولا 2002 اعتقد. هذه مسرحيه جميله ديال المرحوم الكنفاوي وبين قوسين عبد الصمد الكنفاوي هو اللي دخل الغناء في المسرح المغربي. كان اول كونسول ديال المغرب في باريس. عبد الصمد الكنفاوي باش يعرفوا الناس ديال المسرح كانوا تما كياخذوا مسؤوليات. كان كونسول في باريس وكان كيتحمل المسؤوليه ديال تسيير احد المكاتب المغربيه وكان من المؤلفين واللي علم الناس كيفاش يالفوا المسرح في المعموره لما جمع الفرقه ديال المعموره وداك الشيء. يعني هادو ناس رواد ديال المسرح. واللي ما كيعرفش الجمهور ايضا سي صلاح الدين بن موسى هو انك انت كتبتي ايضا ماشي للمسرح كتبتي ايضا اعمال غنائيه ومن اهم الاعمال اللي
شاركتي فيها في الكتابة هي أعمال خاصة بالمسيرة الخضراء، حدث تاريخي الكبير ديالنا. يعني أول أغنية، ماشي أول أغنية اللي كتبت، ولكن كتبت أغنية على المسيرة الخضراء اسمها الصحراء المغربية، وتلحنات مع الأغاني الأولين اللي كانت كيغنيهم المجموعة، مجموعة المغنيين كيغنيهم، ولحنها الملحن الضرير علي عاكف في سنة 75. حسيت بهذاك لما خطب الحسن الثاني رحمه الله على المسيرة الخضراء، هذيك الليلة ما نعش، في الجوج الليل كنكتب الأغنية، كنكتبها من تابع، ما وقفش السيلو، ما وقفش، كتبتها في الصباح، صيفطتها في البوسطة للإذاعة، وجاوبوني باللي راه تقبلات وغادي تلحن، ولحن عالي عاكف. أنا بغيت واخا صوتي عسري، بغيت نغني طرف من الأغنية ديالي اللي تغنت في هذاك الوقت، اللي غنتها المجموعة. ما لقاوش حسن من المايسترو سعيد بن تيخان اللي غادي يرافقك في تحية الموسيقيين. بسم الإله الكريم المنان، ما يدوم صور ولا بوتان، بسم الإله الكريم المنان، ما يدوم صور ولا بوتان، الحرية الحرية من حق كل إنسان، اليوم 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 حق يبان. تبارك الله عليك. هذا مقطع منها، هذا غير مقطع منها، مقطع جميل من هذه الأغنية الوطنية، واللي طبعا انت من الفنانين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء بأعمال فنية كثيرة. والمرحوم علي عاكف لحن، لحن رائع. وعرفت أيضا بأن الأب ديالك كان مقاوم كذلك. الأب ديالي رحمه الله هو مؤسس الخلايا ديال المقاومة في درب السلطان. المقاوم محمد بن موسى، بن موسى كلشي كيعرفوه، وكيعرفوه الناس ديال المقاومة والناس ديال الوطنيين الكبار كيعرفوه رحمه الله. وسمعت سي صلاح الدين بان عندك شي قصة سبيسيال مع الفنان المرحوم إبراهيم العالمي. عندي مع إبراهيم العالمي ومع المرحوم أحمد جبران تا هو، ملي كنت طفل في سن المراهقة 16 عام 17 عام، كنا في درب السلطان، وكان كيدوز إبراهيم العالمي باش كياخذ الطوبيس، كنتبعو كنشوف هذا، وديك الساعة كنكتب شي محاولات في الأغاني، كنقول خصني نعطيه الأغاني ولكن ما عنديش الجرأة باش ندوي معاه. نعم. كنشوف ديك الساعة إبراهيم العالمي نجم وهذا، ف كتبت شي جوج الأغاني ولحتهم لي في البواطة ليتر بلا ما يعرف، بلا ما يعرف، ودرت سميتي فيها بكلمات صلاح الدين موسى، وكنت سنى يقلب عليا ولا شي حاجة. وديك الساعة ما كان لا تليفون، لا تليفون ولا واتساب ولا الخربيق كله ما كاينش. ومن بعد جبران، أحمد جبران الله يرحمه، كان كيسكن في الدرب اللي حدانا. نعم. خوه كان صاحبي عبد الرحمن، قلت له عبد الرحمن رانا كنكتب الأغاني، قال لي وجيبهم جيبهم، عطيتو جوج الأغاني داهم ليه وما تلجاوبني كاع، هو ما قال لي لا لحن ولا ما لحنش. الى يومنا هذا داك عبد الرحمن دخل البوليس مطار وطار مطار وطار. الان بغينا نعطيوك سي صلاح الدين الا بغيتي واحد التحدي صغير ديال الاغاني ديال الزمن الجميل، اغاني قديمه من بينها اغاني ديال ابراهيم العالمي، وخصك تعرف على المقطع في اقل من 30 ثانيه. نشوفوا واش غتعرف على هذه المقاطع ولا لا. تا
وقتاش تغني يا قلبي. برافو عليك. وقتاش تغني يا قلبي، هذا وقتاش تغني يا قلبي باش يعرف حتى الجمهور. لان انا لعبت انا في الفيلم ديال دموع الندم، شاركت فيه، مثلت فيه، محمد الحياني الله يرحمه، كنا كنمثلوا واحد المشهد، وصلت الاغنيه خصو يصورها، فليله كلها دام التصوير ديال هذه الاغنيه. نمشيو للمقطع الثاني. برشي بحالو اللي مشى لغزالو، اللي مشى لغزالو، اللي مشى لغزالو، ما يجبرش بحالو، ما يجبرش بحالو. يلي صورتك بين عينيا، ما أجمل هاد الأغاني ديال الزمن الجميل. كلمة زوينين. مقطع آخر. يا ناسي ناسي العاد، وخش فيتي حرام عليك، نسيتيني وشفيتيني، والخرج فيتي يشكر فيك. المهم واخا ما عقلتش بزاف على الكلمات، خرجتي راسك. يلا. صلاح الدين بن موسى، غنعطيك صور ديال بعض الفنانين الرواد، وبغيتك تعطيني على كل صورة تعليق. نشوفوا الصور. طيب صديقي، فقدنا فيه الشيء الكثير، مثقف مسرحي، كان عندهم مبدأ ليس أي شيء مستحيل، لا شيء مستحيل. فقدنا فيها الابتسامة، ممثلة تلقائية، لا صوت جميل تربينا عليه في الإذاعة، إذاعة لما كنا كنتصنتوا حنا أطفال، عدة مسلسلات، لا نطق بالعربية الفصحى، نطق جميل، رحمها الله. فقدان كبير، الممثلة الصادقة، ممثلة الصادقة، أي شيء فيها يمثل، عيونها، أيديها، كما كنقولوا دو لانتيريور، كتمثل سي تريب، كتخرجوا. هذه ممثلة كبيرة، شاركت مع عدة مسرحيات وعدة أفلام. آخر فيلم اللي عملت معه هو رضا الوالدين، نال استحسان الجمهور. الله يحفظها، الله يحفظها، رحمه الله الصديق.
هو اللي أعطى واحد النكهة لتمثيل الأدوار ديالو، أنه ما كيطلقش الريبليك دغيا، حتى كتبان الريبليك كلها على وجههم عاد كيطلقها. حيبان مذكوري شاركت معايا في واحد الشريط بامو فواوي زغت، تحملنا فيه عدة مشاق وكانت ممثلة رائعة ولها رنة في الصوت، في صوتها وفي الإذاعة كانت كدير لك دور العجوز، دور الشابة، دور تمثل بصوتها أشياء كثير. مع الأسف افتقدنا فرقة الإذاعة، يعني لو ترجع الإذاعة وتقلب على أصوات أخرين اللي عملوا فرقة دي الإذاعة. مرحومة كافحت وناضلت، شاركتها مسرحية حكاية بلا حدود، كانت بالعربية الفصحى، ومثلت معها، كانت مسرحية رائعة. ولو تأسست الفرقة في سنة 82 على ما أظن، وقدمنا أول عرض ديال مسرحية حكاية بلا حدود في مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية، وكان العرض أول عرض كان رائع. وهنأنا نور الدين الساي رحمه الله والأفارقة الذين حضروا. صلاح الدين بن موسى، بما أنك أنت من رواد المسرح المغربي، إلى سؤالك الآن على مستوى ديال المسرح بصفة عامة، كيفاش كتشوف الوضع ديال المسرح الآن في المغرب؟ أنا اللي كنشوف المسرح الآن، المسرح الآن كاين الدعم، والدعم شوية علم الفنان العجز، لأن ما فهموش الدعم هو شي حاجة كنعاونك بها. انت وجدتي شي حاجه ديال الفلوس ولكن كندعمك. فهاد الشباب حنا ما كينظموش جولات، ما كيديروا الدعايه في المدن، ما كيكريو سينيمات باش يلعبوا فيهم، ولا يكريو مسارح ويلعبوا فيهم ويعرفوا كاع الناس ديال المدينه باللي راه مسرحيه كذا لاعبه اليوم فهذا، كيمشيو دام على حساب الوزارة كيحلوا لهم شي مسرح كيلعبوا فيه، يا جاو الناس يا ما جاوش، عندهم بحال مخلصين. بينما المسرح كيف كنعرفوه هنا، كيف عملناه، وهو كنتمرنوا شهر في كراج ولا في المسرح ولا فين ما كان، وكان ملي كتحسوا بالمسرحية غادي تطلع كنعطيو لواحد اللي كيمشي يورغانيزي لا تورني، كيمشي مكناس فاس الى اخره المدن كلها كيقبط فيهم السينمات، اللي مور السينما اللي ما تاقش به كيعطيه الشيك، كيقول احنا جايين النهار الفلاني كيمدي الشيك هذا. ملي كنخرجوا للجوله كنكريو كار وكنهزوا الديكور ديالنا على حسابنا، ما معانا لا دوله لا معاونا شي واحد لا دعمنا شي واحد لا والو، كنعولوا على راسنا. كنا حنا كنديروا الدعايه، حنا ممثل لاعب في الليل وكيدور الدعايه في الطوموبيل اللي كدير الدعايه. فهكذا خدمنا المسرح، عده مسرحيات مع مسرح الثمانين مع سعد الله رحمه الله، وفقدنا فيه شي واحد كبير في المسرح. درنا جوله في اوروبا وفي امريكا وفي كندا على حسابنا الشخصي، ما كان اعتمدوا حتى على واحد. في نظرك شنو السبب
ديال العزوف الجمهور المغربي على المسرح، لان عرفت الوقت ديالكم كان المسرح مزدهر مقارنه مع الان. الان الناس ما كتمشيش تفرج المسرح، ما كتمشيش لان ما خبرهاش، ما وصلوش ليها دوك الناس اللي داروا المسرحيه الخبر. باي طريقه نوصل الخبر للمدينه كلها تعرفها، رغم ان الان يمكن وسائل التواصل اصبحت يعني متاحه اكثر من السابق. نعم، خصهم تكونوا في خبارهم ولا سميتو غايجيو، ولكن كيخص هاد الشباب اللي غادي يديروا مسرحيه لابد يخموا في الناحيه التجاريه، لابد يعملوا معاهم واحد معروف ولا جوج اللي معروفين، فماشي دير ليا ممثل عبد الجبار عباس ما معروفينش وغادي يجي تعول على الجمهور يجي، راه ما يجيش. خصك دير واحد الناس اللي هما معروفين جوج غير جوج ديرهم غادي باش يستقطبوا الجمهور. واش كتشوف بان الان المسرح يحتضر المسرح المغربي؟ لا لا، ما كان هاد الكلمه ما كنحملهاش، ما لا يحتضر، ما بغيتش نشوف يموت انا المسرح، لان باش نحتفظوا على المسرح كيخصنا نديروا فرق جهويه، نحيدوا من هذا اللعب ديال الفرق صغيره كل واحد داير فرقه، نديروا فرقه عندنا 12 جهه، كل فرقه غادي دير جهه غادي دير فرقه، يكون عندها الدعم من الجماعات. الجماعات اش كيديروا بالميزانيه ديالهم؟ علاش ما يعطيوش للثقافه فرقه مسرحيه ويكون المقر ديالها هو المسرح اللي مبني في ديك الجهه، ولا قاعه اللي مبنيه في هذيك الجهه يكون هو المقر ديالها، هو فين كتمرن وفي كل شيء، ونشرطوا عليها تقدم مسرحيه للكبار ومسرحيه للاطفال، حتى الاطفال عندهم حق. المسرح الطفل مهم ايضا. المسرح الطفل ضايع، الطفل ضايع في هذا الشيء. فخص كل جهه دير فرقه جهويه وعاد نديروا فرقه وطنيه. الى الان تلاقيتي وزير الثقافه وتكلمتي معاه، شنو ممكن الرساله اللي توجه ليه الان؟ ها هو وحدك وزير الثقافه، شنو تقول ليه الان؟ اعتقد ان الرساله غتوصلوا ايضا. نقول له دير فرق جهويه. يدير البادره ديال فرق جهويه، راه كانت دارت واحد الوقت وطمحلات يدير فرق جهويه، لان عنده افواج كتخرج من المعهد العالي خصهم فين يخدموا، يعطيهم جهات، كل جهه يفرقوا مع الجهات، ويدير حوار مع الجماعات، مع الجامعات باش يخصوا الميزانيه لهذيك الفرقه الجهويه، ومن هذيك الفرق الجهويه كيخرجوا منهم، كل فرقه نخرجوا مع عنصرين اللي بريون، عنصرين ولا جوج، ونديروا بهم فرقه وطنيه باش ملي نبغيو نديروا شي عمل كبير كديروا الفرقه الوطنيه، ويتبادلوا الجماعات خصهم يتعاونوا بعضياتهم. الفرقه الجهويه ديال هذه الجماعه ديالي انا مثلا غادي دير جوله على المغرب، كتستقبلها الجهه اخرى، كتستقبلوها 12 جهه تبارك الله، 12 جهه غادي تجول عليهم. نعم، راه هكذا نديروا حركه مسرحيه. سي صلاح الدين الموسى، انت الان بعد هذه التجربه كامله في المسرح والتلفزيون، واش الابناء ديالك شي حد منهم خدا نفس المنحه ولا حتى شي واحد ما مشى في التوجه ديالك؟ تقريبا واحد منهم تقريبا نفس المنحه كصحفي هنايا في القناه الثانيه تماما، واللي ما يمكن ما كيعرفش عدد كبير من الجمهور بانه الزميل ديالنا هنا في القناه الثانيه الصحفي الخلوق عادل بن موسى، اللي طبعا الان كتشوفوه في الصوره وكتعرفوه مزيان، اللي اشتغل في القناه الثانيه كمقدم اخبار وايضا قدم برنامج مختفون لسنوات، والان كيقدم برنامج كلنا ابطال. تحيه زميل عادل بن موسى، اشنو تقول لسعادي اليوم؟ غادي نقول له تبارك الله عليك، لانه قيم بجهود جديد، وكنهنيه على الجائزه الاولى للصحافه اللي خداها، ودير مجهود وقيم ولا كيدير برنامج في الاذاعه ديال مختفون
في إذاعة الدوزيام نهار الجمعة، ومهم كيشتغل وما كيعرف غير الشغل. أنا من نهار كبر وعرفته ما كيعرف غير الشغل. شنو النصيحة اللي دائما كنتي كتوجه ليه؟ ودابا راه ما بقاش، أنا غادي ننصحو دابا وهو راه خصو ينصحني. لا شنو النصيحة اللي دائما كنتي كتوجه ليه؟ لا والله العظيم إلا بعض المرات حنا الناس الكبار كنغلطوا بعض المرات، ولكن كنلقاو كتلقى الطفل ديالك ولا الابن ديالك تشاور معاه ولا تدوي معاه ديرو بحال صاحبك، راه كينبهك لشي حوايج اللي انت هربانين على بالك. فلهذا النصيحه اللي غادي ندير ليه هو نقول ليه استمر في العمل ديالك راك ناجح فيه. اليوم حضر معنا فقرة ديال المفاجأة واحد ضيفة اللي غادي نسولك سي صلاح الدين موسى ونقول لك اليوم في نظرك شكون الضيفة ولا الضيف اللي حضر معنا اليوم فقرة الضيف المفاجأة؟ لا تنشوف شوف شنو كيبان لك تما وقول لي واش فنانة واش. لم أعرفها. شوف من لا سيلويت. لا سيلويت هذه بشعرها كان عارف أنا شعرها مقطع. هل نطلبوا من الضيفات تفضل معنا؟ تفضلي معنا. هذه البنية ديالك حياة. تصفيقات على حياة. كيف جاتك المفاجأة سي صلاح الدين؟ تفاجأت هي تغدات معايا وانا ما في راسي والو. تبارك الله عليها. حياة مرحبا بك. الله يبارك فيك. شكرا. نتمنى انك تكوني بخير وعلى خير. احنا فرحانين انك تكوني معنا اليوم. اليوم انت حاضرة معنا ابنة ديال صلاح الدين بن موسى. شنو ممكن تقولي في حق اليوم الفنان ديالنا اللي هو الاب ديالك؟ طبعا اي كلمه قلت في حقه غتكون قليله حيت هو انسان طيب بزاف وحنين من جهتي بزاف، و يعني ماشي غير اب، فيه كل شيء، وانا قريبه منه بزاف، يعني كنقدروا نتناقشوا نعاود ليه اي حاجه. دونك انا فخوره بزاف انه يكون الاب ديالي والله يطول لي في العمر. شو ممكن تقول سي صلاح الدين اليوم الحياة؟ كنقول لها تابعي الدراسة ديالك وما يكون غير النجاح، لأنك كتبدي مجهود كبير والله يوفقك. هذا هو. إذا سولتك اليوم على صلاح الدين بن موسى الإنسان، كيفاش داير كيفاش كيتعامل معاك في البيت؟ كما قلت لك من قبل هو واحد الشخص اللي حنين بزاف، يعني طيب لواحد الدرجة كبيرة، كيبغي الخير للناس، كيبغي بلادو، كيبغي المهنة اللي كيدير، يعني كيديرها عن حب وعن اقتناع. ما عرف شنو غنقول عليه، يعني هو إنسان طيب بزاف. انت عمر ما سهواك هذا الميدان هذا ديال الفن؟ ما عمرك قلتي شي نهار ندير بحال اب ديالي؟ كنت كنفكر فيها في الصغر ولكن دابا لا. علاش تغير؟ راه متلات معنا في العونية، هي دريه صغيره عندها 5 سنين. متلات شي في القطاع شي حلقه ولا متلات معنا؟ وعلاش تبدل التوجه ديالك؟ علاش تبدل ما كاينش سبب محدد، ولكن بغيت نعطي في قرايتي اكثر ونكمل فيها. برافو عليك. برافو عليك. شنو التخصص ديالك في الدراسه؟ انا دابا السنه الاولى في التعليم العالي فيزيك شيمي. كتابعي الاعمال ديال سي صلاح الدين؟ طبعا. شنو اكثر اعمال عجبك؟ نقدر نقول حديد دان، الشخصيه ديال اسحاق.
حيت عطى فيها بزاف. خديتان ولا سولتك انت سي صلاح الدين شنو هي اكثر شخصيه كتعجبك انت؟ بزاف ديال الشخصيات عندي. ولكن تكون عندك شي شخصيه حبيتيها انت يعني لعبتيها وانت كتستمتع؟ هو لعبتها وانا كنستمتع هو اسحاق نيتك، ولكن في المسرح احسن دور اللي درت هو في المعطف وجحا ديال بوكتف في المسرح. انا نسولك الان وجاوبني بالشخصيه ديال اسحاق. واخا واخا سي صلاح الدين بن موسى، فين كنت هذا الصباح هذا؟ واش الصباح وانا هنايا قال شحدك كنت شناك نتشناك غير تدوي معايا ما تدويش شاي واش بغيت ندير ليك؟ تبارك الله سي صلاح الدين بن موسى. حياة شنو ممكن تقولي اليوم قدام المغاربة كاملين الأب ديالك صلاح الدين بن موسى؟ غنقول الله يخليه ليا ويطول لي عمرو وكنبغيه بزاف. تبارك الله عليك، شكرا. صفيقات على حياة، تبارك الله عليك. هذه مفاجأة درتها لي. تبارك الله عليك سي صلاح الدين، ما كنتيش كتوقع انها تكون حاضرة معنا. سي صلاح الدين بن موسى، حاجة أخرى بغيت نقولها لك اليوم هو أنه حنا بغينا نعرفوا رأي الجمهور فيك كفنان، وخرجنا للشارع وقلنا لهم يقولوا كلمة في حقك اليوم وبغيتك تسمعها. تسمع شنو قالوا عليك المغاربة اليوم. هنا من رشيد شو نشوفوا الآراء ديال الجمهور في الفنان القدير صلاح الدين بن موسى حالا ونرجع. فنان صلاح الدين بن موسى فنان قدير، عقلنا عليه ملي كنا حنا صغار، دونك فنان اللي نقدروا نتفرجوا فيه حنا والعائلات ديالنا. هو ان فنان قديم مغربي ومتعودين على وجهه في الشاشه المغربيه وممثل قدير. والناس القدام ماشي لقاو بحالهم هاد الممثلين القدام، سيرت انا كنت تبعت البرنامج ديالو في رمضان. ايوا صلاح الدين موسى من خيرات الفنانين القدام والله يحفظه. صلاح الدين موسى ممثل عظيم وممثل كبير، زعما كيشهد له التاريخ، راه كلشي كبر معاه مع الممثلين الكبار. التمثيل ديالو بخير كيعجبني انا بزاف، وزعما تبارك الله عليه والله يطول في العمر. تبارك الله الادوار اللي كيدير غزال في المستوى محترمين، دونك دوك الفنانه تبارك الله اللي داتو كلهم كانوا في المستوى. سي صلاح الدين بن موسى شنو ممكن تقول على هذا الكلام اللي قال في حقك الناس؟ ايوا كنشكر هاد الناس بزاف اللي قالوا هاد الكلام فيا، اذا كيحسوا بيا بلي رانا معاهم كنقدم لهم اعمال مزيانه وشكرا لهم. بارك الله عليك. سي صلاح الدين بن موسى غنعطيك بعض الصور وبغيتك تعطيني عليهم تعليق. نشوفوا الصور. الصوره الاولى هذيك ديال هذا المرحوم مصطفى الزراري. هذا مصطفى الزراري بغيت نوقف عليه لانه كان اول واحد كيدير البونتوميم في المغرب، قرا على مارسيل مارسو، وما ادراك مارسيل مارسو، قرا عند ايف لوكوك، ودرنا انا وياه واحد سبيكتاكل في 82 للاطفال سميت سبيكتاكل الرحله، كان رائع. كان فيه الميم كيدير الميم من داك الشيء. مع الاسف مات في حادثه سير في فرنسا، كان هاجر لفرنسا رحمه الله. رحمه الله. شوفوا الصوره الثانيه هذه مع الممثله الكبيره نعيمه المشرقي، مسرحيه للتلفزه المغربيه اسمها الخلود، كانت فيها مواقف درامية كبيرة. قصة واحد الكاتب مع الزوجة ديالو. هذه متسكع كلوشار، يعني كنلعب دور كلوشار في واحد الكورميتراج ديال حسن العلوي.
كيعيش الان في فرنسا اسمه جو ريف دونك جيكزيست، احلم اذن انا موجود. كان دوزاتو دوزيام واحد الوقت. هذه صوره من لي بارون، الشريط اللي مثلت مع البلجيكيين في 2009. فيلم اجنبي هذا؟ فيلم اجنبي وفيه مغاربه مثلين كيعيشوا في بلجيكا، مثلوا معايا ولادي. وكان داز في المهرجان ديال مراكش الدولي ودا جائزه التحكيم. هذه دور ديالي ديال ابن القارح في رساله الغفران من تاليف عز الدين المدني المؤلف التونسي بالعربيه الفصحى واخراج طيب صديقي. كنت كنتقاسم انا وياه البطوله. انا كنلعب ابن القارح وهو كان كيلعب ابو العلاء المعري. الله الله. هذه لحظات خالدة اللي توسمت بالوسام من درجة قائد، وكيوسمني محمد السادس نصره الله وتكلم معايا. هذا النهار بالنسبة لي أنا خالد، وبالنسبة لي هذا الوسام أكبر جائزة وأكبر اعتبار وأكبر أغلى من الفلوس وأغلى من كل شيء. سي صلاح الدين بن موسى، طبعا هذا اعتراف كبير بالنسبة لك واللي كتفتخر به. إلا سولتك الآن على وضعية الفنان المغربي، في مجموعة من الخرجات الإعلامية ديالك كتكلم على وضعية الفنان المغربي وكتقول بأنها وضعية. أنا ملي كندوي على وضعية الفنان المغربي ما كندويش على راسي. نعم. كندوي على الفنانة كاملين، لأن أنا نقابي وضعيتي، لأنه أنا مؤسسين النقابة الوطنية لمحترفي المسرح اللي ولات دابا نقابة الفنون الدرامية. أنا من المؤسسين ديالها. فملي كندوي اسمي كنشوف الوضعية ديال المحترفين كي دايره، ما كندويش انا على راسي. نعم. كندوي على الوضعيه ديال الجميع. كتشوف بانه كاينين فنانين اللي مثلا معرضين للاقصاء، ولا مثلا ما تعطاهمش حقهم من الرواد مثلا. كاينين من الرواد اللي ما بقوش كيعيطوا لهم، ما كيعيطوش لهم يعطيهم ادوار، حتى واحد ما كيفكر فيهم، ولا سيما مع الجائحه راه وصلت وراه وصلهم. اش نقول لك، حالات مزريه اللي وصلني ليها. واللي سولتك انت سي صالح، واش انت تعطاك حقك كما يجب؟ انا تعطاني المحبه ديال الجمهور. الجمهور كيحب داك الشيء اللي كندير، اعتزوا بها. اما شحال من واحد ما واخدش حقه. ملي كتشوف واحد العامل كيمشي يخدم في معمل ما عنده لا سينيسيس لا والو، كيموت غرق، اش تقول انت؟ سي صلاح الدين، اليوم كنعرفوك انك انت من الناس اللي بدعوا كثير في الفن المونولوج. اليوم بغيت نعطيك واحد المونولوج ديرو، وتحاول دير لنا مونولوج على موضوع من اختيارك. متفقين؟ متفقين. نشوف هادشي كامل بعد الفاصل. اسمع المسمار، اسمعني اش كنقول. غادي تاخذ لي هذوك الاراضي كلهم، هذوك اللي جيت الحاج برقرامان كلهم غادي تشريهم ليا،
بتفلت لك حتى ارض. وعرفتي داك حي البستان هتشد الفيلات كلهم غادي تكرينيهم الكراجات وغادي تخدم فيهم العمال والعاملات. اشنو غنديروا فيهم؟ الخياطه الاكسبورتاسيون. والبنات يخيطوا بالليل وبالنهار، دير لي جروب بالليل وجروب بالنهار، واللي ما بغاش يخدم يزيد فحالو. وإذا قال لك شي واحد قيدني في الضمان الاجتماعي جيبوا لي نوريه الضمان الاجتماعي. وإذا تفشات عليك شي بنت قالت لك لا خدمة كثيرة عليا جيبها ليا ونوريها كثيرة عليا. فهمتي؟ وتا واحد ما يهضر. وغادي تمشي ليا للمدينة الأخرى، هادي اللي حدانا، غتشوف ليا غادي ندير واحد المعمل، معمل ديال القوات. وخصني بنادم صحيح اللي يخدم ليا الحديد، قيدهم تا هما، سير للدواور، الدواور قيد اللي بغى يخدم، راه يتقيدو، قيدهم ودخلهم تمايا، وغادي ندخلهم المعمل ديال الحديد. يبداو يهزوا القناطر ويقسموا الحديد. اش كتقول هالمسمار؟ هادشي بزاف عليك؟ غادي هالمسمار اسمعها مزيان، غادي دير هادشي ولا راه غادي ندكك في الارض. ما عمرك تنوض. يلا تحرك مزيان. واسمع، ملي يجيو عندك في العيد يبكيو عاوني في الحاولي ولا تا 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 تا، هاديك ما فيها باس. شري واحد الكاميو ديال الخرفان ودير غا النعاج واعطيهم نعاج. شحال غادي تسوى لنا الكاميو؟ كيف والو، اعطيهم نعجه لواحد ويمشيو يعينو. ولكن اللي قال لك الضمان وياك، قال لك انا خصني حق هذا، لا اسمع لي دابا، انا غادي نمشي لان الطياره كتسناني. الطياره غادي نمشي دابا لسويسرا، راهما طالبين لينا شي كساوي، وعادات ديال الكساوي باغينهم الدراري ديال المدارس ديالهم، وغادي نسربيهم ليهم. قول لهم يخيطوا بالليل وبالنهار باش نصيفطوهم لسويسرا. راه غادي نمشي ثلاث ايام لسويسرا وغادي نجي، وغادي نلقى الكساوي كاملين. يلا انا سويسرا. تبارك الله على صلاح الدين بن موسى. الله يبارك فيك. اثرتي واحد الموضوع اللي علمنا كاملين. هو الناس اللي فقدناهم في هذيك الفجعه ديال طنجه. الله يرحمهم. الله يرحمهم. الله يرحمهم. حقيقه هادشي خصو لنا، خص الرقابه، نقول الرقابه. المراقبين خصهم يخرجوا للزناقي، ما يجلسش في البيرو. مراقب الشغل ما خصوش يجلس في البيرو ويتسنى، خصو يخرج يدور في الزناقي. وهنا الدار البيضاء، الدار البيضاء راه معامل سريه. كنكون انا غادي كنتسارع كاع على رجليت، كنسمع تك 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 تك، كنسمع الخياطه تحت الارض. واش الجنون كيخيطوا؟ كتسمع تك تك. راه بزاف. والكاميات كيوقفوا كيجيبوا السلعه، والناس دايره ما بغات، ولا راقب ولا والو. ماشي معقول. وحنا عندنا وزاره ديال الشغل، خصها المراقبين يدوروا، يخرجوا يدوروا الدروبه، يدوروا الحومات، يشوفوا راهم كاينين العداد منهم، ويوقفوهم ولا يشوفوا اش يديروا. نتمنوا ان الوضع يتغير الاحسن، والوضعيات ديال شي غيله في المغرب تحسن الوضعيه ديالو، لانه بزاف ديال الناس للاسف كيخدموا بلا ورقه بلا جوج كيف قلتي، ما عندهمش لا تغطيه صحيه لا والو. والو. شابات وشبان زعما كيمشيو راه في مقتبل العمر. راه
سي صلاح الدين بن موسى الان باش نخرج من هذا الجو هذا غادي نمشيو نطلوا على واحد الموهبه اللي جاتنا اليوم باش تحفنا بالصوت ديالها وتقدم الموهبه للجمهور. قبل ما نستقبلوا الصوت ديال حلقه اليوم غادي نخلي الجمهور يشوف مقاطع من بعض الفيديوهات اللي كنتوصلوا بهذه المواهب اللي كيبعثوا لنا كل اسبوع المشاركه ديالهم. نشوفوا هذا الفيديو حالا ورجعوا. نرجعو ونتسامحو حكايتنا حكاية يا حتى ندابزو ونتفارقو ونقولو كملنا نولو نتراجعو ونتسامحو ملي رحتي يا ما فاتو عليا محاينا كبار رقدي هيل يا ما يا وليدك ولد حلال وصبار يبقى راسي مرفوع. الان مشاهدينا غادي نستقبلوا الموهبه ديال حلقه اليوم تصفيقات حرافكم على مريم كريبيب. غربتي وفي بلادك الناس من داز وقال هذا غريب وبراني غريب وبراني نبدا قولي كيف كافت البشر بسم رحيم الرحمن خالق كل شي مزيان صلاتي على النبي العمر وجهه بضياء الجنان واصحابه في كل زمان يا بنت السلطان القديم وانت صحبك بالشان بيني وبينك ببان سهر الطفلة في الكون قايمة دينك شحال يبان مرار وعتب شفان وصار كله في واحد لاطار بس كله وان جبتيني بعنان صغير سمولي ذاك صار كيف بلغك في مكان هاي كله جد وجدران يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فين البر والحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فين البر صوت رائع. دائما اختيار. سي صلاح الدين بن موسى غنعطيك بعض الامثال الشعبيه وبغيتك تكملهم ومن بعد تقول لي واش نتفق ولا ما متفقش. تيقول لك تباع حرف تبوك لا يغلبوك. متفق ولا ما متفقش؟ لا ما متفقش. ما متفقش. تيقول لك المثال الطلاب يطلب ومرته تصدق. متفق ولا ما متفقش؟ مرات بعدا ظريفه كتصدق ما كتطلبش اللي ما عنده فلوس
بالكلام وبالسوس. لا هذا خصو المثال دابا كاين شي امثله شعب يمكن شي امثله خصها تحيد نهائيا. بحال دابا هذا مثلا دابا اللي ما عنده فلوس دابا اللي بقى اللي مرفح هو اللي يدوي مع الناس بحال هذا الشيء هذا المونولوج اللي درت. مول الفلوس هو اللي كيبقى يهضر بوحدو ونديرو بريو ولكن واش واش المثال كاين في الواقع ولا ما كاينش؟ هي كاين الناس كينافقوا المول الفلوس كيبقاو ينافقوا هي نعماسية كذا فقط. دوز على الواد الهرهوري ولا دوز على السكوتي؟ متفق ولا متفقش؟ متفق ياك كاين هادي كاينو كاين واحد كيهضر يهضر وواحد ساكت وسكت على خبيزتو مدح صاحبك مع الناس والامور راس في الراس. متفق ولا متفقش؟ متفق. علي صاحبك ما تطيح شويه قدام الناس مدحو قدام الناس ولكن بغيت تلومو راسك في راسك. صلاح الدين من موسى، انا اليوم كيف قلت في الاول لي شرف انك تكون معنا في الحلقه ديال اليوم، لانك انت من اعمده المسرح المغربي والناس اللي قدموا كثير للمسرح والتلفزيون. اليوم الا قلت لك شنو الامنيه ديالك؟ شنو كتمنى من بعد هذا المسار الحافل بالعطاء؟ الامنيه ديالي وهو يكون عندي مسرح صغير ديال 100 بلاصه ولا 80 بلاصه وندير فيه شي فرقه صغيره ونقدم عروض يوميا. هذه هي الامنيه ديالي. شي مدينه صغيره ندير شي مسرح صغير، هذا هو باغي ننهي فيه حياتي. يعني عشقك للمسرح مازال؟ مازال الان. الان لان انا راه درست المسرح، نسينا درست في المعهد ديال الشارع الزراوي في الدار البيضاء. نعم راه كونت عدد منهم اللي الان دكتور في المسرح. كونتهم انايا، كونت ممثلين في الدراسة الزراوي، كنت مدير ديال المعهد وفي نفس الوقت استاذ، ولكن الوضعيه الماديه عيانه عندهم ديال وزاره الثقافه عيانه، كيخلصوا بالسوايع. قلت لهم بالسلام عليكم، خدمت 10 سنين وخدمت لاجل كيجوني الناس من احياء بعيده، كيجيو الشباب كيجيو على رجليهم من احياء بعيده تاع الشارع الزراوي. قلت انا نبقى صامد نقريهم وهذا. ايوا على كل حال تبارك الله عليك. الحمد لله لهذوك الشباب تكونوا وداروا حياتهم مزيانه وبخير. تبارك الله عليك. سي صلاح الدين من موسى، كتعرف بانه احنا في كل حلقه كنديروا واحد الفقره سميتها الكلاش باك. كلاش باك كنديروها للضيف باش نضحكوا. حنا قلت لهم الفريق الاعداد نحاولوا نوجدوا هذه الفقره هذه، ولكن غادي نتكيسوا على السي صلاح الدين، ما غاديش نقصحوا معاه بزاف، ويكون كلاش خفيف ظريف. خليك تشوف فقره كلاش باك ونرجعوا. سي صلاح الدين زعما اش بغيتي يا ولدي؟ وغير حل الباب بعدا. كاين شي غدا؟ زلافات اللبن. وزعما راه عندك بطاقات فنان وحاط لي زلافات اللبن. ولكن اش غادي يدير بهاد الورقه الفنان؟ راه اللي عنده هاد الورقه راه شبعاني الفلوس. مالك؟ ما يمشي شي واحد يسمعك ويسحبها بصح. كاين شي عمل جديد بعدا؟ انا مازال كنتسنى فيه. عطينا اخر عمل مثلتي فيه متى كان؟ في 71. 71؟ راه حنا في 2021 السي بن موسى. هي انا كنكذب عليك دابا؟ لا حاشا، شحال قال لك المخرج غيعطيك؟ جوج حفنات ديال الدراء خضراء. انت باقي عندك عصر المقايضه السي صلاح. وعلى الضحيكه راه عليها شي براد، ما بقيتش باغي ديك زلافه ديال البن كاع. كاين والو. ما درنا والو. والو. حتى لعبه والو. والو. والو والو. والو. هما اللي قالوا. والو. حتى لعبه والو. والو. وكنا درتي الموسيقى السي صلاح. جاك كلاش باك مزيان والله مزيان المونتاج. قلت لهم غير ردوا البال سي صلاح. ايه والله مزيان. تبارك الله عليك سي صلاح. انا اليوم بدوري كنشكرك على
على حضورك معنا، على قبولك الدعوه، وكنتمنى لك الصحه والعافيه ومزيد من العطاء ان شاء الله. ومازال حنا محتاجين لك، مازال محتاجين اننا نشوفوا اعمالك ونشوفوا يعني نشوفوا الاعمال اللي كتقدم ان شاء الله. ومازال محتاجين انك تتحفنا باعمال في المسرح والتلفزيون والسينما. في الاخير سي صلاح الدين بن موسى، في اخر الحلقه نبغي نخلي لك كلمه للجمهور المغربي اللي كيبغيك من طنجة للقويرة، وايضا الجمهور اللي كيشوفنا خارج المغرب، شنو تقول لهم اليوم من رشيد شو؟ الاخوان اللي كيتوجهوا خارج الوطن وداخل الوطن، كنحييكم من الاعماق، و كنتمنى نتلاقاو في اعمال تكون في المستوى وترضاو عليها، والله يطول عمركم. وسمحوا لنا اذا دازت هذه الحلقه مزيان وخطأنا في شي حاجه، شي كلمه ولا شي حاجه، ما تاخذوهاش من نقل الصواب. وكنتمنى الجمهور نتلاقاه مباشره ويدلي بالاراء ديالو، انا قدامي وقدامه الاراء ديالو، ما عنديش مناش خاف. وكنتلاقى بالناس في الزنقه وكيقولوا لي، كنتبادلوا الاراء وكنتبادلوا الحوار، فهذه هي الحياه الحلوه. والله يرزقنا مزيد من حريه التعبير باش نعبروا على داك الشيء اللي داخلنا. شكرا لك سي صلاح الدين بن موسى. عفو. وهذه حلقة اللي كنعتز بها وغتبقى دائما نفتخر بها. شكرا لك بزاف على حضورك معنا. عفو. مشاهدينا، كنضرب لكم موعد الحلقة المقبلة ان شاء الله مع بزاف ديال المفاجآت. تهلاو فراسكم، سلامة.